هذا حصانك فعلا يا أبا وهب؟ ولكنني أحذرك، إنه يكره الولاة والديكة على حد سواء. الولاة والديكة؟ ولم الديكة دون غيرها يا أبا وهب؟ لأن في الديكة والولاة ثلاث خصال متشابهة: الاختيال رياء، والصياح هباء، والأكل جفاء. لن نجافيك في طعامنا، اطمئن. أيأكل ويتبرز؟ هاتان الصفتان أتركهما لسيدي الواعي. أحذر سيدي، أحذر. هذا يرفس. لا أظن أن حصانا بهذه النعومة يرفس. لا أضمن لك ذلك. قل لي يا أبا وهب، أتخاطب الخليفة الرشيد كما تخاطبني الآن في مجلسي؟ هكذا هو شأني دائما في مخاطبة من هم أدنى مني مقاما. سل خصيا، ما أتينا بك إلى هنا إلا كي ندنيك منا. سل قصيا، قسما ما أتيت إلى هنا إلا لكي أدنيكم مني. ويحك يا أبا وهب. ذنب حصاني الذي رفزك رغما عني. ألا أحذرك سابقا؟ أحذرك من الحصان؟ إنه يرفض، قلت لك يرفض. يرفض رغما عني. رمز القصي. منذ وصلت من سمرقند وأنت تصحبني بهذه الطريق ذهابا وإيابا، ذهابا وإيابا، ما الأمر؟ لهذه الطريق ذكرى، ولي في هذه الدار أمل. ماذا تقول يا رجل؟ في هذه الدار يا ماهان تقبع قريبة لي، أحببتها بشغف، ولكن القدر عاندني فتزوجها رجل غيري. وما الذي دفعها لرجل دونك؟ ثراء تاجر. لكن الدار لا توحي بالثراء. استبدلت الدار الأولى بهذه الدار منذ ذهبت أموال زوجها في تجارة خاسرة. وأين زوجها الآن؟ في سفر. لا تضع أمانيك فيما لن يتحقق. سيتحقق إن شاء الله. كيف؟ اثنين، طلاقها ممن يتولاها أو موته. هيا يا قصي، هيا. لما لا تبقى في دارنا يا أبا وهب؟ فنأنس بك وتأنس بنا. أما أن تأنس بنا فقد صدق، لكن أن نأنس بك فربما كذب. هب أننا دعونا للشق الأول، فما تقول؟ خير لي دار قصي. ولما؟ أما وقد رأيت من رعيتك ما رأيت، فأخشى على دارك ومن فيها أكثر من خشية على دار قصي ومن فيها. هيا يا حصاني. يا قصي. نعم يا سيدي. هل أنت متأكد أن أبا وهب هذا مجنون حقا؟ أتشك في هذا يا سيدي؟ والله ما سمعت منه إلا منطقا وحكمة. أتشك في جنونه يا سيدي وقد امتطى القصبة أمام ناظريك حصانا؟ لولا الذي شككت فيه لكان مؤنسا حقا. ألا يكون مؤنسا سيدي الوالي وقد جعله الخليفة في بطانته؟ ستكون هذه الدار دار إمارة إن شاء الله. ستنقلب على والدي يا ابن ليل؟ ستكون دار والدك حينها دار خلافة. الناس في خراسان وسمرقند قش يابس ينتظر من يشعله. ومن سيشعله؟ قائد محنك يعرف ميولهم ورغباتهم. أظن أن ذلك القائد لا يخفى عنك. لقد كان جدودي من آل سيار أسياد هذه البلاد ذات يوم. والله في نفسك حمية الإمارة. أنا؟ حديثك ينم عن ذلك. إنما نحن نمضي الوقت يا صاحبي. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واحشرنا
مع عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين يا الله. من الذي تراه يا قصي؟ أهو العالم الفقيه كما تناهى إليه، أم المخبول عندما ينتطي قصبته؟ ما الذي تفعله يا بهلول؟ أصلي. لمن؟ لله عز وجل. أو تعرف الله؟ إنه في السماء. اسمع، ألا تبوح لي بسرك؟ أي سر يا قصي؟ سمعت عنك أنك كنت فقيها في قومك. ألا تعطيني حصاني فأرحل عنك؟ دعك من الحصان واستمع إلي. لمن تدعو بدعائك؟ للخليفة. للخليفة؟ وماذا تريد من وراء ذلك؟ قصعة طعام أسد بها جوعي. كلما اقتربت من الحقيقة ابتعدت عنها. ما بك؟ سأتيك بقصعة طعام حتى لو لم تكن جائعا. الوشاة لا ينفكون يلاحقونني في كل حين. متى أتاك رسول الخليفة؟ منذ لحظات، وها هي رقاعه يحذرني فيها من مغبة أعمالي وعاقبة غضبه. حاول أن تجد مناصا، ابعث له بالكثير من الهدايا كما كنت تفعل سابقا. الخليفة سيتوجه إلى الري، ما رأيك أن أخذ زمام المبادرة فألتقيه هناك بالهدايا التي أحملها؟ أخشى عليك يا والدي من مكيدة ندبرها لك. هذا ما أخشاه أيضا. على هذا الكرسي كان يجلس الفضل بن يحيى البرمكي وليا، فلم يطل أمده وأعدم. إذا كان البرامكة قد أعدموا بسيف الرشيد، فهل سينجو عنقي منه؟ أقترح يا والدي أن ترسل بهداياك من ينوب عنك. أخشى أن أرسل رجلا لا يمتلك الدراية الكافية فيوقع بي بدلا من أن ينقذني. اسمع يا مهان، سأذهب إليه بنفسي. دعني أقوم مقامك يا والدي. لن تكون أكثر حنكة ودراية مني، فأنا أعرف الرشيد جيدا. اسمع يا مهان، إن حدث ولم أعد إلى هذه الديار فتولى أنت أمرها، واستعن برافع بن ليث تشد به أزرك ويعينك في أمرك. ثلاثة أشهر مرت وأنت على هذه الحال. أعرف مدى حزنك وألمك لمقتل زوجك في بلاد الديلم، وأعرف أيضا أن الزوج عماد البيت. لكن موت الرجل لا يعني نهاية الحياة. ما الذي تريد قوله؟ ما أود قوله إنه إن مات معيلك فتستطيع اختيار معيل آخر. لست بحاجة إلى معيل، فمعي من الدراهم ما يكفيني أود جوع لسنوات طويلة. عماد المرأة زوجها في المقام الأول، وليس المال بالضرورة الملحة. أفصح ما تكتمه يا رافع. أطرح عليك ما كنت قد طرحته منذ سنوات. ما عدنا كما كنا يا ابن ليث. ما زلنا كما كنا يا ميسون. الحب ما زال متقدا في قلبي، والأمل ما زال يكمن في جوارحي. لكنني أرملة. وما عيب الأرملة؟ عيبها بأنها أصبحت امرأة مهملة منسية. لا أراك هكذا يا ميسون، أقسم بالله صدقا لا أراك هكذا. ها؟ ماذا قلت؟ دعني أفكر بالأمر.